امبارح برضو لما انا اتكلمت في المقدمة على قصة التصريحات التي اطلقها مدير الكرة في النادي الاهلي سيد عبد الحفيظ، وازاي نادي الزمالك تعامل مع الموضوع. يمكن البعض قالوا انت ليه يا احمد دخلت نفسك او اتكلمت في الموضوع ده بشكل وكأنك تدافع عن نادي الزمالك. انا امبارح ما جبتش سيرة نادي الزمالك خالص بالمناسبة خالص، ولا اتكلمت على اللي المفروض يحصل او المفروض يتم او ليه بيعمل كده او نادي الزمالك، يعني ما حطتش الزمالك في جملة مفيدة. انا حللت الكلام اللي قاله مدير الكرة في النادي الاهلي وسألت اسئلة، يمكن تعليقات الاهلوية اللي كانوا بيتفرجوا عليا امبارح، ومن فضل الله هم كثر، في منهم اللي مش بيحبني وفي منهم اللي عقله مستنير وبيسمع احمد جمال علشان يشوف وجهات النظر اللي ممكن تتفق او تختلف معاه، مع ان احنا حاطين احنا وحضراتكم زي ما بيقولوا ميثاق او عهد الاحترام. يعني اللي بيتفرج عليا وعاصر على نفسه لمونة من لا يحبون انتماء احمد جمال او الشخص، يعني او ان هم حاسبني على فترة معينة كان اعلام الزمالك فيها متوهج جدا، وانا كنت واحد الحمد لله من فضل الله من رواد هذه المرحلة مثلا، فلسه الصورة الذهنية دي جواه وهو بيتفرج عليا هنا، فدي مشكلتك مش مشكلتي. مشكلتك مش مشكلتي، لان انا مش هغير النبرة ومش هغير كلامي. لابد من وجود عدل في المنظومة الكروية في مصر. فكرة ان انا ابقى زي القطيع واتكلم واقول اي كلام لمجرد ان في 3-4 معايا بيعملوا معايا شات او بيتكلموا معايا، او انا خلاص دي بقت تركيبتي ودماغي وشايف الصورة كده ومش هتبقى غير كده، فانا بقول لسيادتك دي مشكلتك مش مشكلتي. انا ما جبتش سيرة نادي الزمالك امبارح خالص، ولا ازاي الزمالك يتعامل مع الموضوع، ولا ان الاتحاد المصري لكرة القدم بيكيل بمكيالين. دي حقيقة. لو النهاردة في راجل مدير كورة في نادي الزمالك طلع اتكلم بالطريقة اللي اتكلم بيها سيد عبد الحفيظ او الامبارح، واتحاد الكورة او لجنة المسابقات ما وقفتش واقفة مع مدير الكورة في نادي الزمالك اللي اتكلم بالطريقة دي، يبقى في مشكلة في اتحاد الكورة او في لجنة المسابقات. طبعا طبعا، لان انت النهاردة البادي لانجوج او لغة الجسد، انا عايزكم تراجعوا الحوار مرة تانية اللي عمله سيد عبد الحفيظ. الموضوع فيه يعني الراجل اجريسيف جدا وانفعالي جدا ومهاجم جدا، بياخدها محبو النادي الاهلي او مشجعو النادي الاهلي ان